الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال الله جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحديث عن القلوب في القرآن عظيم، والحديث كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. والقلب سمي قلبا لأنه يتقلب، وأشد تقلبا من القدر في غليانها. ولذا كان من دعوات الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال الصحابة: تخشى على نفسك وأنت رسول الله يا رسول الله؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبهما كيف يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقسم يقول: لا ومقلب القلوب. القلوب هذه أمرها عظيم، ولذا كان السلف أكثر اهتماما بأعمال القلوب وبالخفية في الأعمال. ولذا نحتاج أن نتدرج في هذا حتى نصل إلى كيف نستقبل رمضان. قبل أن نلتفت إلى الاستقبال بأجسادنا وما يذكر أهل الاقتصاد من الأسعار ومن غيرها، وأن نجتهد في عباداتنا الظاهرة، لا بد علينا أن نجتهد في إصلاح قلوبنا. ولذا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا كالحصير، أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين: قلب أبيض لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. ولذا القلوب أيها الأحبة في القرآن على ثلاثة أنواع: القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب المريض فيطمع الذي في قلبه مرض، والقلب القاسي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولسنا بصدد الحديث عن هذا، إنما نحن بصدد الحديث عن ذلك القلب الذي يستقبل رمضان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. إذا أردت أن تقبل في رمضان فاسأل عن قلبك، وكيف هو قلبك؟ هل أنت ممن يفرح هذا القلب بقدوم رمضان فرحا عظيما؟ يقول ابن تيمية: أعظم مفروح يفرح به هو الله تبارك وتعالى، أعظم مفروح يفرح به هو الله. الأنس بالله، الفرح بعبادته، الفرح بشعائره، الفرح بدينه، الفرح بصحبة أوليائه، من العبادات القلبية العظيمة. ولذا الإيمان إذا كان في القلوب كالجبال سبقنا الأمة. لما سئلت عائشة عن أبي بكر وعمر هل يضحكون؟ قالت: نعم، لكن الإيمان في قلوبهم كالجبال. يقول ابن القيم: المفاوز في الدنيا تقطع بسير الأقدام، والمفاوز في الآخرة تقطع بسير القلوب إلى الله. هذا القلب الصغير أيها الأحبة الذي بين جنبات الإنسان قد يجعلك تطير من الفرح والشوق والمحبة والخشوع
والطمأنينة في طاعة الله حتى تحلق في ظل العرش، وقد يهيم في أودية الدنيا فلا يرتفع عن الدنيا والفرش. إذن كيف نصلح قلوبنا؟ كيف نصلح قلوبنا قبل رمضان؟ اسمع إلى قول الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. كلمة النزع تعني الشدة والقوة في الإخراج، والنازعات نزعة تنزع روح الكافر. لماذا عبر الله بهذا اللفظ ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ لم يقل أخرجنا، ولم يقل مسحنا، ولم يقل دمحنا، إنما قال ونزعنا، دلالة على أن الغل إذا دخل قلب المؤمن يحتاج إلى شدة مجاهدة، ليست مجاهدة، إلى شدة مجاهدة ليخرج هذا الغل من قلبه. ولذا كان من دعوات أهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كم مرة دعيت بهذا الدعاء: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كيف صدرك؟ شلون قلبك وأن تصلي مع أخوانك المسلمين؟ يقول ابن عباس: والله إن في ثلاث أرجو الله بها، ما نزل قطر إلا تمنيت أن في جميع بلاد المسلمين، وما تعلمت آية من كتاب الله إلا وددت أنها في صدر كل مسلم، وما رأيت صاحب حاجة إلا تمنيت أن ينزل بي حاجته ويكون قضاءها على يدي. العبادات القلبية عبادات عظيمة جليلة عند الله. ماذا قال الله عن أهل الإيمان؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ما هو في مسجد مكيف، ولا في سيارة فارهة، ولا على فراش وثير، ولا بلباس مجمل، ألبستهم مرقعة، وبعض السيوف مثلومة، وبعضهم يربط الخرق على قدمه وفي ظل شجرة، بعضهم الشمس على رأسه، وهم ألف كما يذكر ابن حجر في الإصابة، لم يتخلف إلا رجل واحد. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شو السبب؟ فعلم ما في قلوبهم. الله علم ما في هذه القلوب من الصدق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليهم الرضا قبل أن يدخل رمضان، لعل رضوان الله يحلل عليه قبل أن يدخل. إذا علم الله ما في قلبك، كيف تصوم جوارحك ولا يصوم قلبك؟ تصوم جوارحك عن المباحات الأكل والشرب، ولا تصوم جوارحك عن المحرمات؟ القلوب قد تدخل من شياطين الجن والإنس، ولذا كان السلف أحرص الناس على قلوبهم وعلى سلامة صدورهم على إخوانهم المؤمنين. ما فيها غل ولا حسد ولا حقد ولا رياء ولا عجب ولا بطر ولا كبرياء ولا نفاق. قلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من هم أهل الجنة أو من صاحب الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: عرفنا صدوق اللسان، فمن مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا بغي فيه ولا غل ولا حسد. قبل أن نستقبل رمضان بطلبات رمضان اللي نملأ بها البطون، لنستقبل رمضان بمقامات العبودية اللي نملأ بها القلوب، بمقامات العبودية التي نملأ بها القلوب، وأنت تستشعر هذا الشهر يقبل عليك، تعلم أن الله أمد في عمرك لتصل هذا الشهر.
ولتصل هذه الأيام، فتفرح فتفرح فرح عظيم. كان بعض الأنصار، وهذا الفرح يجعلك تحب العبادة وتقبل عليها. كان أحد الأنصار إذا خرج مع صحابة رسول الله يقرأ سورة ويقرأ الإخلاص، سورة الإخلاص، قل هو الله واحد. هل يوجد أحد لا يحفظ هذه السورة اللي تعدل ثلث القرآن؟ من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة. فقالوا إما أن تقرأ الإخلاص لوحدها أو تقرأ سورة أخرى. فقال إن أردتموني إمام فعلت هكذا. فاشتكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال سلوه لما يقرأها؟ قال إني أحبها، إن فيها صفة الرحمن وإني أحبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبشروه أن الله يحبه كما أحبها. عمل قلبي، عمل قلبي ظهر على الجوارح. العمل القلبي يظهر على الجوارح كما قال الله عن الذين خلفوا تفيض أعينهم من الدمع حزنا، لم يقل تقطر ولا تسيل، تفيض فيضانات، ليست فيضانات بحار، فيضانات دموع، لأن القلوب سليمة وحركت الجوارح. إذا أقبل رمضان وش ظنك بالله؟ وش ظنك بالذي بيده ملكوت السماوات والأرض؟ وش ظنك باللي تقول عائشة جت الشاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بيني وبينها إلا الجدار، تشتكي إلى رسول الله، تشكو حال، تخبر رسول الله بحالها وتشتكي إلى الله. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت والله إن بعض حديثها يغيب علي وبعضها أسمع، سبحان الذي وسع سمعه السماوات والأرض. 30 ليلة وأن ترفع يديك لله، أما يأتي في قلبك حسن ظن أن الله لن يردك خائب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شوف الداعي، كل شخص له معاملة لوحده وكل شخص يسمع لوحده. إذن حنا في حاجة لأن نصلح هذه القلوب ونعود إلى الله بصفائها وإخلاصها. فأول ما نستقبل به رمضان الفرح بهذه العبادة، الفرح بأن لا نسجد إلا لله ولا ندعو إلا هو ولا نتوكل إلا عليه. حسن الظن بالله وأن ما عنده خير من الدنيا وما فيها، وما عند ربك خير وأبقى. التوبة والأوبة والرجوع إلى الله والدعاء، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. يقول عثمان والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم ولكن أشغلتنا الدنيا. فضروري ومهم أن نلتفت إلى أعمال القلوب وأن نستقبل هذا الشهر بالصفاء وسلامة الصدر والمحبة والإقبال على الله، وأن تنوي وأن تنوي أن تكون ممن يجتهدون في رمضان، فإن الله يسهل لك بهذه النية الطيبة العمل الصالح. حتى ولو مت، ولو قدر الله أنك لم تصم ولا يوم، يكتب الله لك هذه النية عنده في ميزان حسناتك يوم العرض الأكبر على الله. فأسأل الله أن يصلح أحوالنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أصلح فساد قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والسمعة والعجب والبطر والكبرياء، اللهم ثبت قلوبنا يا مقلب القلوب والأبصار، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أنزل القرآن على قلوبنا وطهر قلوبنا بالقرآن، اللهم طهر قلوبنا بالقرآن، اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا وممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن إذا دعوك أجبتهم
وإذا استغفروك غفرت لهم، وإذا سألوك سألتهم، وإذا نادوك فإذ بك تجيبهم. لبيكم وسعديكم، اللهم اجعلنا ممن تجيب دعواتهم وتغفر زلاتهم وتصلح نياتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.